بن موسى، سيتم تدريس المواد العلمية باللغة الإنجليزية في المستقبل. قال شكيب بن موسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أنه سيتم حاليا تدريس اللغات الإنجليزية في 2200 مؤسسة من طرف 9000 أستاذ مختص. أكد بن موسى في ندوة صحفية عقدها اليوم الثلاثاء حول الدخول المدرسي أنه في إطار المشاورات حول موضوع اللغة الإنجليزية ومكانتها، سيتم انطلاقا من هذا الموسم على مستوى الإعدادي سيتم توسيع مجال تمكين التلاميذ من اللغة الإنجليزية عبر الرفع من توظيف أساتذة اللغة الإنجليزية وخلق منصات رقمية ستساعد التلاميذ والأساتذة من أجل تمكينهم من اللغة الإنجليزية. وشدد بن موسى على أنه سيتم تدريجيا تدريس المواد العلمية باللغة الإنجليزية بدل اللغة الفرنسية، وهي مرحلة أولى من أجل توسيع المجال والإمكانات. والقانون الإطار أكد أن هناك اهتماما باللغات الأجنبية وترك المجال مفتوحا.